وقع النجاح ديالو ولكن على صعيد الجهة، ولكن فرحت كثير بزاف ملي جا على الصعيد الوطني. الحمد لله الحمد لله، هذا بمجهوده بمجهود الأساتذة ديالو والمدرسة وبجهود الله سبحانه وتعالى. وكيفاش كان هو تيبريباري العام كله؟ عادي من أول سنة هو كيخدم شوية شوية شوية، ولكن داكشي دائما كيخدم، ماشي واحد النهار ما كيخدمش، واحد النهار كيخدم، كيخدم شوية بشوية فواحد الريتم عادي، مكيسهرش مكيهدر. علاش بالضبط هاد الشعبة؟ لأنه ما ساهلاش أنه فيزيك فرنسي، ما ساهلاش الشعبة صعيبة. هو متفوق حتى في الفرنسي، يعني حتى في المواد الأدبية متفوق فيهم بزاف، وكان كندار سيونس مات ولكن كيبغي شوية تاع الإس في تي وهذا، دونك بغى يقرا شي حاجة اللي فيها العلم ديال الحياة والعلم ديال الأرض وهذا، وداكشي علاش بدل. وشنو فاش تفكروا انه من بعد الباك شنو تفكروا؟ داكشي ما نقدرش نقول داكشي، يعني كل ابن تيكون عنده واحد الطموح. لا لا لا، هو عنده كلشي بحال بحال، المهم خصو شي يدوز لي كونكور مباريات واللي جابها فيها خير.